السلام عليكم متتبعين قناة مريم شانيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ولقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. الناس اللي متبعيني غيتسائلوا فين جبتكم اليوم؟ اليوم المسجد الحسن الثاني البنات. أجواء تاع رمضان. مع الأجواء ديال رمضان البنات، وحنا مقبلين على شهر رمضان، الله يدخلوا علينا بالصحة وبالسلامة وباش ما تمنيتوا البنات. اليوم نهار جديد وفيديو جديد البنات. دابا غيتسائلوا شنو جايه ديري في الجامع؟ شنو غتصوري في الجامع؟ كاين شي صولد غيقول لي واش كاين شي صولد؟ بغينا البنات مع شهر رمضان بغينا نجيو في هذا الجو هذا نصوروا لكم واحد الفيديو ونخلي لكم مفاجاه ان شاء الله مع من غنتلاقاو اليوم ان شاء الله باذن الله. انت اللي بعيده وما شايفاش الجامع حسن الثاني تشوفوا واللي باغا تمنى تجي تصلي فيه ان شاء الله في رمضان تجي تصلي فيه ان شاء الله باذن الله. علاش؟ بانك ديت واحد شويه ديال التشويق باش انسان اي واحد مفكر شي حاجه ولا عنده شي ذكرى هنا غيشوفها ان شاء الله. هما حبابيك وعلى البحر البنات، شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله هانتوما. واليوم الجو زوين البنات، عرفتي غير كتجي لهاد البلاصه هادي مع البحر مع اليود. ها انتم شوفوا لي البنات، شوفوا لي راه بلادنا زوينه البنات. شوفوا معايا ما كرهناش، كل مره نصوروا لكم في بلاصه باش تشوفوا، حيت كاين الناس اللي ما عارفينش شي بلايص. اجيو معنا البنات، اجيو معنا شوفوا المفاجاه. المفاجاه معنا امينه المدينه. تحيه لامينه المدينه وغزاله بريستيج، ومعنا نور بيوتي، ومعنا المفاجاه اللي غتشوفوها اليوم مع من غنتلاقاو في هذا الجامع ديال الحسن الثاني البنات. مفاجاه البنات، شوفوا شكون. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اليوم نجيب لكم جديد كما عودناكم مع اختي مريم واختي غزاله ومع السلام عليكم خويا زياد. عليكم السلام. كيداير خويا لاباس عليك؟ الله يحفظك اختي الله يبارك. اليوم فيديو جديد دائما زياد الافكار ديالك ديما ما شاء الله عليك ديما الجديد. الله يحفظك الله يبارك. شنو جاي دير هنا خويا زياد؟ هنا دابا الاجواء ديال رمضان بينا كنحسوا بهم. رمضان ما خصوش يدوز بلا عطر حتى. بلا عطر. كاين عنده عطر خاص. عطر خاص وعطر عام. عنده عطر خاص رمضان، الله يجيبوا لينا بالصحه والسلامه البنات. ما كرهتش اختي مريم نقل لكم المحل كله هنا. عاد شناهي مع هذا الجو هذا. واحد الجو هائل بزاف. بغينا الناس يجيو ياخذوا العطر ومنا يتساراو ومنا يشوفوا. هذا تعمل تفويجه هنا علاش؟ لان الناس ديال برا مشتاقين لبلادهم. اكيد. توحشوا بلادهم. وريناهم حنا المسجد الحسن الثاني بوجهنا حنا. اكيد. تحيه للجاليه المغربيه. تحيه لكم كاملين، تحيه للناس ديال المغرب اللي خارج الدار البيضاء واللي في داخل الدار البيضاء، اي واحد مرحبا به عند زياد. خويا زياد بغينا نسولو الناس، كاين اللي غيشوفونا اول مره. مرحبا بهم. الجديد ونعطيهم فكره عامه على الاخ زياد. انا كان غادي نقرب ان شاء الله، غنقرب 500 نوع ان شاء الله. ديال العطور 230 240 نوع دابا اللي كاينين. دابا يوميا كل جوج الايام ثلاثه الايام تيكون عندي الجديد ان شاء الله باذن الله. كنحاول نجيب العطور اللي يطلبوني عليهم الناس. كنحاول نجيب العطور اللي غاليه في السعر بزاف اللي ما يقدرش اي واحد يشريها. كنجيب شي حاجه في المستوى. تحيه واحد الاخت جات عندك اليوم من المحمديه. تحيه للناس تاع المحمديه، الناس كيجيو من المدن حتى لعندك، تيقول لي شنو السر اللي عند زياد؟ الحمد لله، السر هو اول حاجه قبل ما يكون السر عند زياد، عند لي كومونتير ديال المتتبعين ديال اختي مريم وديال المتتبعين ديال مريم ديال زياد. هذاك هو السر، لان البنات تبارك الله اللي تيكتبوا من القلب، الحاجه ملي كتخرج من القلب كتوصل للناس اخرين. اكيد من القلب للقلب. لي كومونتير كانوا في المستوى، تنشكرهم بزاف. الحمد لله شكروا على التعامل. الحمد لله التعامل، الحمد لله هذا تربينا عليه ماشي كنصطانعوه. راه ميت الناس كيجيو تيقول لك داكشي اللي شفنا داكشي اللي لقينا. اكيد الحمد لله ما كنصطانعو والو، كما كيعرفونا الناس من صغرنا وكيعرفونا في نفس التعامل. والناس اللي غيشاهدونا اول مره قول لنا شنو الجديد في العطور؟ الجديد اختي دابا اللي قدرت نجيب، اللي قدرت جبت جوج كريطنات فيهم تقريبا 24 نوع، فيهم 24 نوع وفيهم يونيسكس. فيهم العود اللي وفيهم النساء والرجال. يونيسكس. شوفوا معايا هذه شحال من واحد كيسولني على عائشه، هذه غلام العائشه. غلام العائشه. غلام العائشه في الاصلي. ولكن راه طرفاه عند زياد 30 درهم. 30 درهم. واحد كيقول لك علاش زياد انت داير هذه الاثمنه؟ انا داير الاثمنه، انا تعمدت لانني كنبيع بالجمله.
وكاينين الناس واكلين معايا الخبز السلعه غدا وتتزاد في الثمن مع الناس اكيد. ها ندوزو ورينا شنو كاين بوا درجه. كي جاكم بعدا الجو مع المسجد الحسن الثاني؟ ما شاء الله واعر جواب. هاكم بعدا تعطروا قبل من هاك ما جبتوش هذه رشا للمتتبعين ديالنا. هذه بوا درجه. بوا درجه معروفه في فرنسا بزاف لدرجات كانوا كيبغيو يعوموا بها. الله ريحتها فنه. كيبغيو يعوموا بها بوا درجه. ما شاء الله ريحتها واعره. كلوب دونوي ديال ارماف. ما كاينش عندك اخويا عطر العود دابا مع رمضان؟ كاين كاين انا غادي انا غادي العود عشاقي العود انا غادي معاكم دقه دقه. هذه غير صبروا عليا. هذه كلوب دونوي ماشي فيها خليط ديال العود. اش نقول لك خاصها توصلكم ولا خصكم تجيو ليها دبروا راسكم انتم. اكيد البنات من الاحسن تجيو وتشموا رغبه اللي معروفه معروفه ديال لطافه. وشحال من واحد دابا تيسمع هذه الاسماء تيقول لك ما يمكنش تكون ب 30 درهم وما يمكنش انا كنشري بالثمن ما يمكنش. اجي جرب ما تخسر والو. انا كنقول لهم اختي مريم جيو جربوا. جيو غير جيو نرش لكم المحل كله وسيروا. انت كتقول لهم جيو جربوا. انا دابا ولاو عندي ناس مدمنين ديال يوميا الا قلتها لكم ولاو مدمنين. لا انت اخويا زياد كتقول لهم جيو جربوا وانا تنقول لهم ما تجيوش حيت عارفاهم. انا تنقول لهم ما تجيوش البنات لان عارفاكم ما غاتاخذوش وحده ولا جوج غاتاخذوا 10. كاينين الناس بعدا عندي غير بعدا عندي في المحل كيعوموا برا. وهادو اللي خداو كنهضر عليهم كتشاهدوا فينا دابا كتبوا التعاليق الناس اللي جاو على قبل وحده وصدقوا خايدين. انا مع الناس بعدا بزاف عليهم ما داخلينش عندي القناه. لي بارفان ديال زياد في اليوتيوب في الانستغرام دخلوا البنات راه يوميا يوميا كيحط الجديد. واش غادي القديم انا نجيبكم الزيد حسن الثاني نجيبكم ندوركم الدار البيضاء ومازال القناه ديالي ما باش ديرو شي بلاصه اللي كتبوا لينا فين بغيتوا يديكم يلاه باش ديروا لي لايك. مرحبا. شوفوا معنا هذه ميسك مكه. ميسك مكة. ميسك مكة معروفة ديال الرحاب. عندي يوغو تنزانيت ديال كوليكسيون بريفي. دابا هادي تبغي غير تدخل عندهم تقول لهم عافاكم شي رشيشة ما يعطيوهاش لك تعطيهم 100 درهم والزياد جاب لكم 30 درهم. وجيو شموا البنات ما كنقولش لكم شريو شموا عاد شريو. الله ريحتها فنة. عندي يوغو تنزانيت عرفتي ملي كتبرد هادي واحد هائله بزاف. دابا رشيتيها في هذا وعطات الريحه ديالها. كنقول للناس المشاهدين اي شخص بغى البارفان وتنقول اي واحد اي شخص شافني كنهضر على البارفان ولا تيشوفوا الاشهار في مكان راه كل واحد شنو تيعشق. اكيد ماشي فقط صافي شفتي شي سميه خذوها نتوما. الاذواق تختلف ديما تنقولها لهم. البارفان واعرين بزاف اللي تقدروا نتوما ما سكريتيهمش ما صورتيهمش. شوفوا شنو نتوما كتعشقوا الا كنتيو كتعرفوا شي اسماء كانوا الناس نصحوكم بشي اسماء وشميتيهم عندهم هذيك هي اللي غادي تعجبك. وهذا حتى هو الدور ديالك اخويا زياد انك تعطي للناس الناس ولا تيثقوا ولا تيثقوا فيا لواحد الدرجه اللي تيجي تيقول لك خويا شنو غادي يجي معايا. والحمد لله هذا حلم ومازال كاينين افكار بزاف ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اللي غادي يكونوا منهم نسبقوا الاحداث اللي غادي يكونوا منهم العلاج عبر الزمن. العلاج عبر الزمن بالعطر 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 هادشي من بعد كترجع ان شاء الله. ديما كتفاجئنا ديما عندك مفاجات اخويا زياد. نكملوا لي بارفان اجيو نكملوها البنات. شوفوا معنا هذه اللي صاب الروز ديال لوي فيتون. لي بارفان الغاليين تنجيب لكم دائما لي بارفان الغالي وحتى لي بارفان اللي كاينين في السوق الخاص كيجيبهم لكم زياد غير 30 درهم. 30 درهم واللي بغى الجمله راه مستحيل 20 درهم بالنسبه للجمله 20 درهم ماشي الجمله ياخذ. شحال من واحد كيقول لي زياد انا راه بغيت ناخذ 10 20 ثمن الجمله. لا هذيك الجمله دايره خاصه للناس اللي بغاو يديروا التجاره. انا تعاونت مع ناس ومازال كنقولها تعاونت مع نساء اللي ما عندهمش راس المال. تعاونت مع شباب اللي جالسين في المدرسه واش شباب عنده 200 درهم ولا 300 درهم في جيبه. تتقول اللهم نقضي مع الغرض. خويا تعاون ما تعاونتي تعاون مع الناس تعاون الحمد لله. وداك الشيء فضل الله لان الله سبحانه وتعالى اعطانا هذا الرزق علاش احنا من والله ما كرهنا الناس كلهم يخدموا كلهم يديروا التجاره لان فيها الفلوس البنات. والله العظيم اختينا الناس خدامين الحمد لله خدامين الحمد لله. حتى اللي عنده خدمه وما قاداش وعنده واحد الصالير فيكس البنات وبغى يزيد خدمه اخرى تجاره ما كاينش محسن من التجاره. هذه اختي غوتشي عود انتونس هذه كل شيء كيعرفها اسي خويا نقرب لهم. غوتشي واعر غوتشي عود انتونس عود البنات. هاتي اختي الله هذه ليكم البنات هادي ليكم البنات. خاصك تولي تجي هنايا كوكا عندك شي محل حدا الناس يجيو ياخذوا الريحه. زوينه فكره زوينه. واحد السيده راه
نقصوا بزاف المراحل. واحد السيده مسكينه هنا كتخدم، انا جيت مسجد الحسن الثاني قالت لي عندي واحد المشروع ديالي بغيت ندير بارفان. قلت لها النهار ديري البارفان ندير لك الاشهار. انت دير لها الاشهار لان شفتها فيها واحد الحماس، واحد الانسانه طيبه بغات تخدم. انا غادي نعاونها ان شاء الله. احنا كنبغيو نعاونوا الناس اللي باغيين يخدموا. اي واحد يجلس حدا المسجد، يجلس حدا السوق، يدور. الحمد لله عنده لي سونتر دابيل فيها شحال ديال البشر ما قادرينش يخرجوا. كاين الانترنت، تبيع عبر الانترنت، الناس اللي ما قاريش يعطي للخو، يعطي لاختو تبيع ليه. اكيد شوف عمركم تشوفوا واحد الحلم تكبروه قدام عينيكم. في الاول غير سيروا صغار، حنا بغينا نربحوا غير 100 درهم. إذا ربحنا غير 50 درهم ولا 100 درهم في النهار راه الله يجعل البركه بالنسبه لكم. وهذيك 100 درهم غدا وكتزاد، راه غدا وكتزاد تيولي عندك واحد راس المال اللي تقدر دير به مشروع اللي هو الحلم ديالك. والحمد لله البارفان ديال زياده فاق داكشي اللي كانوا الناس كيتصوروا. كانوا الناس باغيين غير 50% من داكشي اللي كانوا كيتصوروا، جاوا لقاو 100%. جاوا لقاو العطر اللي كيبقى نهار وكيبقى يومين وكيبقى ثلاث ايام، وكاين الحوايج اللي كيبقى فيهم 15 يوم. وكنقولها عاوتاني راه ماشي العطر كله، علاش؟ لان العطر في الاصل ينيت كاين اللي تيبقى 15 يوم و3 ايام ويومين، وكاين اللي تيبقى غير 3 ساعات. علاش؟ لانه هو داروه غير على قبل ديك الساعه ولا ساعتين في الاصل. في الاصل فيه الانواع، وعاد كاين دي بارفان اللي كيسقوا فحال العود وفحال هذا راه تيبقى. نكملوا في لي بارفان. كاين عود الامير. عود الامير البنات خطيره بزاف وخفيفه بالنسبه للبنات، الاولاد، للرجال. ماكينطا تنزانيت شحال واحد دابا دابا كيشوفني دابا تيقول لك تيقول لك ما بغيتش العود. العود خصكم تعرفوا كيفاش ترشوها، كيفاش كيترش العود اختي. بلاتي باش نوريك بالنسبه للناس اللي ما تيبغوش العود من بعد من بعيد. وجوج رشات ما تفوتش، ما تيترش بحال هكذا باش ما تخنقش الناس اللي حداك وباش يعجبك. وافضل شيء هو في الملابس ديالك من بعد بحال هكذا صافي فقط لا غير. العود هذا يكمل الاذان. الاذان بعد الاذان ان شاء الله ونكمل ان شاء الله باذن الله. اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر. كملوا البنات سال الاذان. كملوا بلاك اورشيد. هذه بلاك اوركيد كيديروها رجال وعيالات معروفه ديال توم فورد. هذه مداوي الهبال. مداوي شمي اختي، هذه ما فيهاش ريحه العود، هذه عربيه ولكن الهبال ديال لي بارفان شمي اختي. الله هذه ما كايناش وحده ما كنعطيهاش لهم ما كتعجبش. واعره البنات سميتها مداوي. مداوي واعره ديال عربيه عود. هذه غورموند ديال شانيل، عرفتي بشحال كدير هذه اختي؟ واعر. شو القريعه ديالك كيف هادشي؟ وماشي قاش في القريعه 30 درهم، وبالنسبه للجمله البنات 20 درهم. 20 درهم ثمن الجمله، راه كاينه دائما القرعه الصغيره وكاينه القرعه الكبيره. توصيل داخل المغرب وخارج المغرب. داخل وخارج المغرب. بالنسبه للمحل مفتوح ثلاث ايام اسبوع. ثلاث ايام اسبوع من 11 حتى 9 الليل. نشوفوا نكملوا لي بارفان خويا زياد باش الناس يشوفوا. الناس اللي كيشاهدونا اول مره. هذه طوباكو فاني. شحال واحد تيدير التدخين الله يعفو عليه. هذه دايرينها واعره بزاف، كتصلح الماين التدخين لان كتمسح لهم ديك هذاك الريحه ديال التدخين. الريحه ديال التدخين في الملابس ديالهم ديال التجار. اشوفوا معايا هذه غبار الذهب. غبار الذهب معروفه تكلمت عليها شحال من مره. الشقي اللوت ريحته وصلت باقي كما عطيتها لي واعره وما بقاش في ريحته واعره. واعره ريحه تتبقى تتبقى في الملابس. هاتي ريحتها فن. تتبقى في الملابس. غبار الذهب البنات عشاقين العود خذوها. خذوها هدية ديالك هدية بعد اختي مريم. هدية ديالك واعرة. لأن شفتها عجبتك بزاف. فن 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 البنات هاد غبار الذهب واعرة. ماشي غير هضرتي عليها حمقات كدير بصح. لا واعرة. هدي عود مود. عود مود كيف ما كتعرفوا انتوما. عود مود. هدي كيرك كدير 260 اورو في الاوريجينال.
هذه ما فيهاش ريحه العود ولكن فيها واحد الريحه ديال ديال البودري واعره بزاف خطيره. كاليفورنيا دريم ديال لوي فيتون. كاليفورنيا هذه زوينه للرجال. كاينه اونيخ هذه اللي قلت لكم عليها فيها ريحه الكوير. هذه اللي شميناها ديجا البنات في المحل. عشاقي ريحه الكوير ما تعجبش كلشي. شوفوا معايا انا منين لاحظت واحد الحاجه ولات كتعجب بزاف الناس بصح اكثر الناس اللي كيبغيو الريحه مجهده من هذا الواحد. شمي غزلان. شوفوا معايا البنات باقي حنا في هذه القائد ديال لطافة. قائد شم 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 البنات شمو شمو ما كرهناكمش تكونوا معنا يا شباب. هذه نوار اكستريم. نوار اكستريم ديال توم فورد معروفه عند الشباب شي حاجه خطيره بزاف. هذه الشباب واعره بزاف. وشوفنا هي نشكر لكم في لي بارفان. انا هاد لي بارفان انا عازلهم. اش كنقولكم البنات تجيو بغيناكم تجيو تشموا في المحل ديال زياد. الله الاذواق تختلف. كلمات كلمات وليست كالكلمات. كلمات واعره هذه عندي انا يا البنات. كنت ديجا خايده في الاوريجينال وشميتها عند الاخ زياد راه نفسها البنات. الله كلمات واعره. عشاقي العود بيرسيفال ديال مارلي ما شاء الله. هذه راه انيسكس يا رجال وعيالات. وهذه عود اصفهان. اصفهان هذه رشه وحده تكفيك. رشه وحده تكفيك تبارك الله ما شاء الله. والله علم انا ولات دايره شي 4400 درهم اللي دايره. 4400 شحال؟ 30 درهم. 30 درهم عندي. والله الا تيجيو عندي الناس من فرنسا كيقول لك زياد البارفان ديالك بحال الاصلي وكيبقى مده طويله. الحمد لله. المشاهده ديالكم ما تنساونيش من لي كومونتير. راه كنطلبكم لي كومونتير ديالكم راه كتهمني. والشهاده ديالنا حتى حنا زياد حنا لاننا حتى حنا جربنا الريح ديالك نعطيو الشهاده ديالنا حتى حنا مريم. اكيد الناس كيثقوا فينا مادام جايين من المدن. دخلوا عندي انت جاي في مدن ما نعاودش لك. خويا زياد ما جاو من المدن وجاو من من بلايص بعاد الا وكيثقوا فينا. راه كاينين البنات اللي معيطين ليا تبارك الله شاعرات. ما شاء الله. وداروا لي الشعر على البارفان ديالي. الحمد لله هادشي كيفرحنا والله العظيم لا كيفرحنا. عجبهم تيكتبوا كلمات زوينه. ملي كنقرا التعاليق الزوينه عندك في لا فيديو والله الا كنفرح. كاينين الناس اللي تنقول لهم عافاكم الا عجبكم البارفان ديروا الكومونتير تيقولوا لي راه جينا عندك حنا راه كومونتير ديالنا. لان كاينين بزاف الناس ما تيقدروش يبانوا بان شراو البارفان ديال زياد وبصحتهم لان الناس في المستوى تما تبارك الله وغير من المتتبعين ديالنا كلهم راقين وفي المستوى كلهم كنشكرهم. ما كاينش شي محل ما شكرش ليا المتتبعين ديالنا. الحمد لله. اللهم لك الحمد. ناس كما قلتي جات عندي واحد السيده من الرباط تبارك الله عليها انسانه راقيه وعجبتني في التعامل ديالها حمقاتني واحد الانسانه صراحه في المستوى. علاش؟ البارفان اللي تنعطيها السيده في المستوى لا في الدنيويه لا اخلاقيه لا في كل شيء تبارك الله ما شاء الله. جات خدات عندي 57 قرعه. تبارك الله 57 قرعه باني لنا في التعاليق. كنت كنشوف فيها تنقول هذه ما غاديش تبيع وتشري هذه ماشي ديال ما تبيعش. كلهم ليها وكلهم هدايا لولادها. قالت لي منين وصلت الرباط ما كراش نبدا نفرقهم في الرباط. الريحه ديالك زياد قالت لي واعره والثمن راه مستحيل. قالت لي الثمن انا والله العظيم الا قوت الحمد لله تشهرت دابا الحمد لله في المغرب وخارج المغرب وما طامحش. اما هاد السلعه هذه خاصها تزاد في الثمن. هذا هو السر النجاح ديالك انك قانون. الحمد لله اللهم لك الحمد وتنقول الله يجعل شي بركه والله تيفيض الخير. راه ما بقاتش البنات في لومبالاج وبقات في لومبالاج. راه كاين غير موجود في السوق شحال من واحد تيقول لك لا لومبالاج راه موجود في السوق تيتباع ديال الشينوا. حنا بغيناكم تشموا الريحه ماشي لومبالاج. اما الزويت راه ما كنجيبوهاش من الشينوا باش نقول لك. الزويت راه كتجي من فرنسا والبروميان كاليتي ديال الزيوت فرنسا ديال فرنسا ماشي داك معروفه بالعطر فرنسا معروفه والحمد لله. والسر النجاح حتى هو هو ما كنضربش ناس اخرين اللي كيبيعوا البارفان ولا تنقول لهم انا احسن من فلان ولا انا احسن من فلان. لا لا اكيد لا الحمد لله. شو كل واحد رزق ديالو. كل واحد رزقه. كل واحد عنده الكليان ديالو. كل واحد شنو كيبغي عندهم يتقدى بصحتكم. انا غير اللي كنصحكم نصيحه جيو عند زياد وما تدخلوش عنده المحل. اللي دخل راه غادي ياخذ قصه. علاش نقولها لكم؟ انت كتقول لهم جيو انا كنقول لهم ما تجيش. ديما كنقول لهم عندي جوج الحوايج تنقول لهم اللي دخل المحل ميلو ما راسو واللي عنده شركه بي بدلها. غادي نحاول نقولها لكم انا دابا نيت شحال واحد كيقول لي وماشي غير الناس البنات اللي بغات تقصر حتى الناس اللي بغات تبدا المشاريع ديالهم. مرحبا بهم عند الاخ زياد. قول لك اختي مريم هذه تيقول لي شحال واحد واخا هذه زوينه حطها لي هنا تيقول لي الثانيه حطها لي زوينه. واش توما انا في المحل تيقول لي صافي بركه تنرشيه الرابعه. دابا هو قال لي بركه تنرشيه الرابعه. باش نقول لكم السر ديال اللي عنده شركه بي باش يفهم علاش انا كنقولها. تيقول لي
والله ما عرفش سيتي حنير كابي في حالك دوتي يقول لي والله ما عرفش باش غادي نبدل تنقول له ولا عندك شير كابي وبدلها بدلها ما تقدرش تبدلها تزيدها ثانيه تنخلي حتى يبغى يمشي وتنزيد واحده اخرى شمادي تولي واخد كثار من لي زيف تنقول لكم انا تنقول لكم انسان مولف سياخذ بارفان هذا اللي ما عندوش سياخذ بارفان في الاصلي 800 ولا 1000 ولا 1200 هذا اللي ما عندوش انا كنقول لكم كتجيو عند بارفان زياد شي تاخذوا هادشي كامل ما كتجيكمش 200 ولا 300 درهم اكيد علاش يجيكم غالي هادشي مع العلم ان البارفان كيبقى ما كيضرش في الجسم لا بالعكس هيا رشيد لكم دابا انيخ اللي مجهده فيها ريحه الكوير وما كاينش الحساسيه ولا شي حاجه البنات والو انا كنقولها لكم عاوتاني والناس كاملين لكم حدا بيت الله ماشي كان حنا الحمد لله ديما محمين بالله وديما محمين بمساجد الله الحمد لله بارفان زوين ما تخافوش منه والبارفان غادي ينفعكم لا في جيبكم غادي ينفعكم حتى في ريحتكم ودعيو معنا هذا اللي واحد الكلمه خويا زياد للناس اللي خداو معندك وتقداو بغيناهم كاملين يبان لنا في التعاليق وقلنا الراي ديالكم بصراحه كيف جاتكم لي بارفان ديال زياد واش نفس اللي كنقول لكم حنا واش لقيتوها في المستوى اللي شكرناها لكم والناس اللي تقداو عندنا حتى من خارج المغرب خارج المغرب دابا راه باقيين الناس يعيطوا لهم الطاليان انا في الاول تنقول نصيفط للطاليان وفرنسا وهذا راه غادي ما يبقاوش يطلبوا الكوموند دابا راه كيعيطوا عاوتاني باغي لله والناس باغيين يديروا مشاريع والناس باغيين يفتحوا لعائلاتهم مشاريع على الدار البيضاء بالبارفان الحمد لله هذا واحد تيقول لي زياد واش نحل نحل المحل ديال العطر انا كنشجع الناس كلهم اي واحد بغى يدير شي حاجه مرحبا به حتى الناس اللي تيقولوا لي مريم بغيت ندير قناه نقول لهم ديروا قناه اللي بغى دير قناه دير قناه اللي بغى تبيع تشري كنقول ليها بداي من والو الناس داروا انا كنقول لهم اختي عاوتاني شحال واحد تيقول لي واش نبيع بسميتك تنقول لي بيع بسميتي ما تبيعش غير بيا انا ما تقولش لي مرا زياد اللي كيبيع لك كلهم انا كناخذ من عند زياد وبيع دير التصوير دير التصوير السلعه ديالي دير اللي بغيتي خدم الصاب غير تخدم وتكون بخير على خير وما تبقاش عالي على هذه البلاد لان هذه البلاد غاده بينا القدام كاين الفلوس اللي بغى يخدم غادي اي واحد من هذه البلاصه وهذه المسجد هذا وكندعيو معاه الله يسهل عليه الله يسهل على اي واحد يخدم هذه البلاد الله يسهل عليه والله يبين ليه النتيجه في وليداته اكيد يا ربي اللهم امين الله يجعل ربي سبحانه وتعالى من البحر شي بلاد اخرى يعطينا اتساع اكيد يتبها في الخير يتبها في الخير ما ندعيو في حد احنا ما كندعيوش شي بلاد اخرى يخلينا الله يهدي الله يهديهم كاملين واش نقول لكم البنات وصلنا لنهايه الفيديو واخا ما سخيناش بكم وما سخيناش بهذه البلاصه هذه الاجواء هذه اللي كتذكرنا ما شاء الله ريحه رمضان على الابواب بشعبان واليوم 15 يوم ودعوا مع مريم واليوم ودعوا مع اي واحد مريض ولا اي واحد يا ربي الله يشافي جميع امه محمد واحد والله يغني كل واحد والله يدخلنا الجنه كاملين يا ربي امين هذا ما كاين اخر حاجه الله يدخلنا الجنه كاملين والله يسمح لينا تبارك الله عليكم الله يبارك فيك وبالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يعرفوا العنوان خويا زياد اختي مريم العنوان مسجد الحسن الثاني هذه الطريقه هذه كدير العين دياب والفوق هنا مارينا المارينا مارينا المدينة. اي واحد جا المسجد الحسن الثاني جا المارينا راه من المارينا المحل عندي 10 دقائق 10 دقائق على رجلي على رجلي على رجلي اما في الطوموبيله راه دغيا ما كاينش ديجا صورنا لكم الطريقه البنات من لاكار هذه كدير المارينا بلا زدتي شويه كتلقى لاكار كازابور كازابور راه في المدينه القديمه اللي كنا صورنا لكم ديك المره راه قريب الاخ زياد خليكم معنا معنا البنات على جو كيفاش داير شوفوا معايا البحر كيف ما كتعرفوا البنات اليوم عيد المراه جينا لقصريه الاميرات فاجئونا دايرين واحد الاحتفال تبارك الله ما شاء الله السلام عليكم خويا فؤاد كي داير اخويا لاباس عليك اليوم جا فاجئني اليوم اخ زياد ان شاء الله غادي يجيو عندنا ان شاء الله هنا غادي يديروا لي محل ما كرهتش الناس ديالي كاملين يتجمعوا في قصريه وحده ان شاء الله الباشو اليوم قصريه غزاله صراحه اللي بغى يجي لي تبارك الله ما شاء الله الباشو الصراحه الله يحفظنا هو امنا غزاله امنا وغزاله القصريه نقيه فيها ناس عم قريب من قريب وفيهم حتى محل اللي جارك وفيها الذهب اللي عزيز عليكم فيها جميع المفاجات الذهبيه الذهب كاين تبارك الله فيها جميع المحلات ماشي غير الذهبيه هانتوما راه كاين حتى البخور البنات شوفوا معايا كاين حتى الملابس تاع الرومي تبارك الله ما شاء الله هانتوما المحلات راه مختلفين كيف ما كتشوفوا هذه هي قصريه الاميرات اللي كنصور لكم اياها
كل اسبوع عند ريما شوز. يلا البنات شوفوا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا لي الاحتفال اليوم. خليكم معنا.